ورجل طلق زوجته ويصلي استخارة من أجل إرجاعها، وهو كتب بالكمبيوتر لعله يريد أن يعني يستطلع الأخبار، لعله يريد أن يرسلها لي وأن يرسلها إلى غيري بحيث يشوف تواطؤ التأويلات على أي شيء. ولكن أنا أريد أن أنصحه، إذا كانت الرؤية دي خاصها على أحد غيري فالأوفق ألا أتكلم فيها الآن، وإذا كان قد أعطاها لي ويريد أن يعطيها لأحد غيري فالأوفق أن يكتفي بما سأقوله، لأن الرؤية على رجل طائر، حيثما أولت وقعت، حيثما أولت وقعت. فلو كانت قد أولت من قبل وأولها لها رجل صالح على علم بالتأويل فقد وقع بإذن الله تعالى، وإلا فلا. فهو يرسل الآن ورقة ويقول لي هو أرسلها أو لم يرسلها حتى أستطيع أن أجيبها. بالنسبة للرؤية اللي بتاعت الورقة اللي بالكمبيوتر، أنا أنصح هذا الأخ ألا يعيد طليقته، يعني بهذه الرؤية لا يعيد طليقته. لو طبعا أقرأ لا يعيدها. أخ حبيب بيقول أنا طالب في كلية الطب الفرقة الرابعة، عندي 20 سنة ولي ابنة خالة على قدر وافر من الدين، أحسبه كذلك وأجزك الله أحدا، وأريد التقدم الخطبتي، ولكن العقبة من وجهة نظري تتمثل في السن، فأكبر مني ب3 سنوات. بيقول العقبة تتمثل في السن والقرابة، القرابة ليست عقبة، وأيضا السن ليس عقبة. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وهي أكبر منه كام؟ بخمسة عشر عاما، 15 سنة، أكبر منه ب15 سنة. كان عندها 40 سنة، كان عنده كم سنة؟ 25 سنة. ولذلك لما جاء الوحي كان هو عنده 40 سنة، عندها كم سنة؟ 55 سنة. طب ال40 سنة دي قمة الفتوانة بتاعت مين؟ بتاعت الرجال، يعني قمة فتوانة الرجال، واخد بالك، من 35 لـ45. بعد ال45 يبدأ بقى الإيه؟ سن الانكسار الحاد بقى، سن الانكسار الحاد بقى، يعلوه شيء من كل مكان، ويبدا بقى لو اجاله مرض عشان يطلع منه حليني، واخد بالك، الا اذا شاء الله على مدى شيخوخه بقى تبدا تجي له بقى، يقعد شويه يجي يقوم مش قادر، ظهره ورجليه وركبه وبتاع كده يعني. لكن علامات بقى الفتوه بقى في الرجال من سن 35 45، ده الانتاج الكبير. هي بقى في التوقيت ده بقى بتسلم النمر، يعني هي بقى تسعد لتسليم النمر. وبالرغم من ذلك تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي أكبر منه بـ15 سنة، يعني وعنده 40 سنة، يعني كم سنة؟ 55 سنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرها إلا يترضى عليه، وكان يذكرها إلا بخير، وكان إذا ذبح شاة أول ما يجي يقسم يذكر أصحاب خديجة، فلان فلان بصحبة خديجة ادولها الذرع ده، وفلان فلان ده صاحبة خديجة ادولها الحتة دي، وفلان صاحبة خديجة ادولها الحتة دي. عائشة طبعا بقت غير، لا يعني، فقالت لي رسول الله مرة من المرات يا رسول الله، خديجة ما هي إلا امرأة يعني تريد أن تقول امرأة مسنة أبدلك الله تعالى خيرا منها، كانت امرأة يعني مسنة وكبيرة وعجوزة، ربنا أبدلها خيرا منها، تقصد نفسها. خديجة كانت ثيب، تزوجت 3 رجال قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كانت ثيبا. والأمر الثاني أن خديجة أكبر منه بـ15 سنة. عائشة كانت بكرا وكان أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بحوالي 40 سنة، يعني بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. يبقى يا رسول الله من ذي خديجة أبدلك الله خيرا منها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب عند ذلك ولا يذكرها إلا بخير. فالسن عمره ما كان مشكلة، عمره ما كان مشكلة. أكبر من 3 سنين إيه المشكلة؟ ما المشكلة؟ تجد الإخوة يعني عاوزين يتزوجوا الأخوات المقاس، عاوزين يتزوجهم أخوات مقاس، مقاس في الطول والعرض
والارتفاع والشكل ولون العينين ولون الشعر وطول الشعر وحتى رسمة الوش. وصراحة ظلم، أقولش إخوك إخوة يعني، الرجال عموما عندهم ظلم في الاختيار. وأريد أن أقول شيء بحكم التجربة الحياتية، الرجل اللي يقعد يتكلف الاختيار بتبقى وقعتهم أندلة زي يقولوا بالبلد، والله عظيم. اللي هو يبقى ولاك خراج، ولاك خراج يعني داخل البيوت، داخل بيت فلان ده عشان يخطب، وبعد يومين ثلاثة ألف مبارك على خطبة إيه، خلاص أنا قدر الله ما شاء فعل. أسهل حاجة قدر الله ما شاء فعل دي، ويخش البيت الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر والعشرين لغاية لما يسمع في البلد إن فلان واخد بالك إزاي ولاد خراج. إيه اللي يحصل بعد كده؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني يزين له واحدة بطريقة معينة، فإذا ما تزوجها طلعت حباب عينيه من جوه، ونسته النهار هو نهار ولا ليل، ونسته أيام الأسبوع هو يوم الجمعة ولا يوم الأحد، وحياته انقلبت أسوأ حال. واخد بالك إزاي؟ ودي الأمر ده مشاهد في أكثر من وضع. والله أنا عندي نماذج يعني عارفها باسم، يعني أسأل الله تعالى العافية، أسأل الله العافية. يعني أمنيتهم بس إن إيه، إن ربنا يفلتهم من الورطة اللي اتورطوا فيها دي. وكانوا قبل كده بقى كانوا قمة الأنتك، بالبل قمة الأنتك. فأنا أنصح الإخوة الشباب عند الزواج يرحمهم شوية، ما عندهمش رحمة. وليس قايلين دلوقتي الأصل الثاني إيه؟ أو الأصل الأول معرفة الحق ورحم خلق. ما ترحم الأخت دي، يقول لك إخوة أخت ما شاء الله فاضلة وبتاع ومش عارف إيه، بس مشكلة مناخيرها طويلة شوية. ما شاء الله أختي على دين وعلى فضل وعلى 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 علاوات كتيرة بقى، لكن بقى من كلمة لكن دي بقى، من كلمة لكن دي، لكن قصيرة شوية. أختي كذا 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 كذا، طبعا على وعلى 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 وعلى، طبعا أنت بقى مستنى كلمة إيه؟ لكن دي. لكن لما تيجي تمشي حاسس إن إيه؟ إن في رجل أصغر من الثانية بنص سنت، فبت إيه؟ أزة صغيرة كده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طبعا أنا أقول للأخ طالما أنا على قدر وافر من الدين وبتجبرك بثلاث سنين فلا بأس أيها الرجل الطيب الأمين إن شاء الله. ماشي. في ورقة بتقول يعني إيه، نريد مشاهدة الرجل ده لو أنا يعني هو يتوضأ بالمدة. بإذن الله تعالى هنجعلها في يوم يكون مناسب كده، نجيب يعني طبق كبير ونجيب حثال مية واسع كده ونحطه مثلا في الكوباية ونتوضأ به حتى تعلموا كيف أن المدة يسع الوضوء. فتاة جامعية تريد السفر بصحبة زملائها من البنات إلى مكان داخل مصر بدون وجود محرم، فهل يحل لها ذلك مع العلم بوجود بنين أيضا في هذه الرحلة؟ وهذا سفر مهم ومفيد لها في دراستها. لا تسافر، لا تسافر هذا السفر أبدا، إن شاء الله لو هي هتسقط، لا تسافر هذا السفر أبدا. هل قوامة الرجال على النساء قوامة تكليف فقط، يعني هم بينفقهم فقط، أم قوامة تكليف وتشريف؟ مع ذكر الدليل على ذلك، هي قوامة تكليف وتشريف، لقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذا عندنا القوامة متعلقة بأمرين، أمر أول أمر التفضيل، والأمر الثاني أمر الإيه؟ أمر الإنفاق. فليس المقصود بالقوامة أو التفضيل هو تفضيل الإنفاق، وهذا من حيث الجملة، وهذا من حيث الجملة. وإلا فإننا قد نجد بعض النساء أشرف من بعض الرجال. ماشي. الله تعالى أعلى وأعلم. رأى أخ على غير الالتزام لنفسه رؤية، وهي أنه قد رأى أن الشمس قد طلعت من مغربها، ورأى الناس قد انقسموا إلى قسمين، فمنهم من ندم ويبكي ويريد التوبة، ومنهم من يقوم أفراحا وهم الأخوة. دي بشرة طيبة جدا لإخواننا إن هم يعني يستمروا على الطريق ما شاء الله. وهم الإخوة عندنا في القرية.
ثم أتى هو إلى الإخوة فقال لهم هل لي من توبة؟ فقال له لا. فأتاني وقال لي هل لي من توبة؟ فقلت له لا توجد توبة بعد الآن، ولكن توب واتركها لله. طبعا الرؤية دي خاصة بالأخ غير الملتزم، إن هو يجتهد ويسارع في التوبة قبل أن يعني يصيبه ما به يندم، قبل أن يصيبه ما به يندم. فأخشى أن تكون هذه الرؤية فيها إرهاص بقرب أجل هذا الرجل غير الملتزم، أخشى أن يكون فيها إرهاص بقرب أجله، فليلتزم سريعا قبل أن يوفيه الأجل. لو تذكرت المعصية التي كنت تفعلها قبل الالتزام عندك أمران: الأمر الأول أنك تذكرها فتندم وتحزن وتستغفر وتؤوب وتتوب وتحدث الطاعات، فلا بأس بهذا الأمر، فذكرها هنا من جملة الخير. أو تذكرها فتشعر بانشراح أو بميل أو بتمني أن تحدث مرة ثانية، فهذا أخشى أن يكون فيه شيء من مداخل الشيطان الذي قد يفضي إلى ما لا يحمد عقباه. أما وجود الإثم فالإثم لا يترتب إلا على الفعل، ولكن أخشى من هذا التفكير لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله غفر لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تفعل. بعض الناس مثلا من جملة الباطلة في رواية قرأتها لبعض أهل العلم، طبعا ما ينفعش رواية لبعض أهل العلم، إن كلمة رواية متعلقة بماذا؟ إما بالإسناد، وإما أن يكون صاحب مذهب وفي هناك روايات لأقواله في المذهب، وهي أن أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها كانت تكبر النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنوات فقط، وقد استدلوا على ذلك بكثرة أولاد وبنات النبي عليه الصلاة والسلام منها، وأنها لو كانت تكبر ب15 سنة ما كانت تنجب مثل هذا. طبعا هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. الغالب على النساء أن سن اليأس بيكون بعد 55 مثلا، لكن هل يمكن للمرأة أن تنجب بعد 60؟ إيه المال؟ أنا رأيت بنفسي في مجلة في الجورنال إن هناك مرأة أوروبية عندها حاجة و80 سنة وأنجبت، عندها حاجة و80 سنة وأنجبت، فمن الذي يأمر الرحمة أن يتهيأ للإنجاب؟ من؟ الله عز وجل. فالله تعالى يحدث في كونه وقدره ما شاء. أهل خطيبتي يضعون أموالهم في البنك، فهل أرفض دعوتهم لي على الطعام؟ شوف يا رجل، طيب احنا لسه قايلين دلوقتي مسألة الرحمة. ايه مسألة الرحمة ديت؟ ان انت قلل من زيارة، ودي مسألة عامة يعني مش عشان المسألة ديت، الأخ لما بيخطب فتاة يقلل من زيارة أهله. يعني كويس قوي مثلا لو استمرت الخطبة 5-6 شهور يزورهم مرة أو مرتين ويكفي قوي، مش كل أسبوع بالك إزاي يقعد هناك يرابط ب5-6-7 ساعات. وطبعا الناس تتكلم بقى، يعملوا لك بقى اللي يذبحولك ويجيبولك ويعملولك بقى عشان انت تلاقي خطب بنتهم. لا يعني ايه يعني كما يقولون ذو الغبا تزدد حبا، يعني الواحد كل ما تقل ها كل ما احسن. فلما تيجي تخطب امراه لابد يكون تقيل مع نسايبك بالبلد، تكون تقيل مع نسايبك، ما تكونش خفيف، تكون زي الريشه كده زي الهواء كده، لا خليك تقيل. واخد بالك ازاي؟ خليك تقيل. فانت لا تذهب بعد الخطبه الا لاتمام العقد او البناء. والمسألة لو اتعصلجت أو يعني يبقى ممكن ما زيارة أو زيارتين، باستثناء ذلك لا تفعل، لا تفعل. ولو فعلت ذلك ما يبقاش السؤال ده إيه موجود، لن يكون هذا السؤال قائما. طب لو افترضنا إن أنا ذهبت وأبوها بيحط أمواله في البنوك، ماذا أصنع؟ كل قدرا يسيرا أو اعتذر بطريقة لائقة. هما خطوا الأكل مثلا، قول لهم معلش انا قبل ما اجي كنت لسه واكل، يعني كل كويس قبل ما تروح له،
بحيث يحطوا الاكل ويقول لهم والله معلش انا لسه واكل قبل ما اجي، وانا يعني راجل بحافظ على صحتي ما اقدرش اكل فوق اكل فوق اكل، يعني اكل فوق اكل ما اقدرش اكل حتى لو مين، ودي منهج ويعرفوا الكلام ده عني بقى، واخد بالك ازاي؟ يقول لهم الكلام ده عشان خاطرنا طبعا، عشان تطولك في عرضك انتهى. يقول لهم ده منهج عندي في الحياه، طالما اكلت لا يمكن ابدا اكل اكل بعد كده، وتمشي على الوتيره دي، ودي تبقى قصتك بقى. قولك اكل معلش، طيب خد لك الموزه دي، طب البرتقانه دي، طب يا سيدي صدر البطه ديت مش هياثر في حياتك، برضك ما تاكلش لحمه، ماشي؟ واذا اضطررت يبقى شيء يسير بسيط، والله تعالى اعلم. رؤيا اني احمل، يعني اخ شاف لاخوه انه يحمل كتبا ثقيله لا يكاد حملها، وان هذا الكتاب يحمل كتابا ثقيلا لا اكاد استطيع حملها، وان هذا الكتاب حروفه بارزه كالتي تستخدم الكوفيين، وان افتح صفحه فيه نصفها كلام ونصفها صور. الصور ديت صور ايه بالضبط؟ صاحب الرؤيه نصفها ايه؟ يعني صور نساء، صور رجال، صور حيوانات، مش فاكر صور ايه. هذا الاخ انصحه ان يجتهد في طلب العلم النافع والعمل به. انصح هذا الاخ ان يجتهد في طلب العلم النافع والعمل به، ولا يغتر بما يسمع او بما يقرا، فان العبره ليست بما يقرا او بما يسمع، ولكن العبره بما ينتفع به ان شاء الله. لا يوجد في مصر بنوك إسلامية مطلقا، والبنوك التي تسمى بنوك إسلامية هي إسلامية إذا ما قورنت بغيرها، إذا ما قورنت بغيرها، والمسألة كانت فيها من قبل كثيرا يعني. فالبنوك الإسلامية هي أقل البنوك شرا، لكن بها شر، هي أقل البنوك شرا. ومن أراد أن يضع ماله في وعاء آمن فليضعه في مثل هذه البنوك الإسلامية. الشغل الأدوية المحروقة حرام أم لا؟ صراحة في قلبي من هذا الأمر شيء، قلبي في هذا الأمر شيء. رأى أخ غير ملتزم لي أني حلقت لحيتي، وعندما سألني لماذا فعلت ذلك قلت له ظروف، ولكن إن شاء الله سوف أطلقه مرة أخرى. هذا رجل يعني ربما يعني هم يصيبك أو كرب ينزل بك، فأسأل الله تعالى أن يخفف عنك وأن يذهب غمك وهمك. هل يجوز صلاة صلاتين ثم واحد؟ نعم. هل عندما لم يجد العبد لذلك الطاعة فإنه يكون على معصية؟ إذا لم يجد العبد لذلك الطاعة فإنه يكون على معصية؟ لا، مش شرط، مش شرط. هو كلما اقترب إلى الله عز وجل، كلما استشعر بلذة الطاعة، قال الله تعالى فاسجد واقترب، فدل ذلك على أن القربة تكون بالطاعة، تكون بالطاعة. فالإنسان إذا اقترب بالطاعة شعر بلذتها، وإذا لم يقترب بالطاعة لم يشعر بلذتها. يعني لما واحد يقول لك تعالى بس إيه نخطف الظهر كده أربع ركعات كده، نخطف الظهر، يقول لك بيسموها إيه؟ نخطف الظهر. واحد يقول لك تعالى نشرك الظهر، يعني إيه؟ غرزة كده يعني، واخد بالك إزاي؟ طبعا ده بيصلي إيه يعني؟ بيصلي تأدية وظيفة، تأدية يعني سد خان، فلا يشعر بلذة الطاعة، والله تعالى أعلم وأعلم. بعض الآداب المفتقدة في التعامل مع الشيخ. أظن من أعظم هذه الآداب المفتقدة في التعامل مع الشيوخ أولا الدعاء لهم بظهر الغيب. الدعاء لهم بظهر الغيب. إن ربنا عز وجل يصلحهم ويبارك لهم في أوقاتهم ويبارك لهم في أبنائهم، لأن من أكثر الناس تفريطا في بيوتهم والمشايخ دول. فربنا يبارك لهم في بيوتهم في أولادهم. كل واحد موظف ولا بيشتغل أي شغلانة بيخلصها قاعد فين؟ في قلب البيت. لكن واحد معاه مشكلة مع أخوه، واحدة مشكلة مع جوزها، راجل مشكلة مع مراته، مشكلة بين واحد وواحد في تجارة، مشكلة بين واحد وواحد متخاصمين مع بعض، ادوا رسوم محاضرات، ده كله متكركب فوق مين؟ في دماغ الناس مشايخ دول. فبالتالي نومهم قليل، أكلهم قليل، وقتهم قليل، جهدهم يعني متنطور كتير جدا. فأكثر الناس قد يكونون إهمالا لبيوتهم هم المشايخ دول. يبقى احنا نكثر من الدعاء إن ربنا يصلح لهم أولادهم ويبارك لهم في نسائهم
وفي أوقاتهم وفي أبدانهم وما إلى ذلك. دي مجملة الدعاء، ندعو لهم أن ربنا يصلح لهم أعمالهم ويصلح لهم خاتمتهم ويرضى عنهم ويختم لهم بالحسنى، نكثر لهم في الدعاء. فهذا الجانب مفتقد مفتقد مفتقد. بيظن الناس أنهم لما يحترموا الشيخ والبتاع ومسألة تقبيل الإيدين دي مسألة وحش قوي، تقبيل الإيدين دي مسألة يعني مرذولة وغير حميدة، واخد بالك؟ إنه بذلك يبقى أدى حق الشيخ، ده غلط. ده يعني فالدعاء ذكره بالخير، الذب عنه، مثلا عدم التكلف معه، عدم التكلف معه، مثل هذه الأمور التي أريد الخوض فيها، لأن يعني لا نوجد يعني إيه، ما فيش هناك شيوخ يعني إيه أمامنا الآن يعني نطبق معهم هذه الخلاف. ولكن بقول لكم لو وجدتم شيخ ها فلابد أن تصنعوا معه ذلك. ما الفرق بين الهاء والتاء المربوطة؟ لما أقول ضربه يبقى ذي تاء ولا هاء؟ شاطرين. لما أقول المنصورة يبقى تاء ولا هاء؟ بس أنتوا عارفين كل حاجة أهو. اذهب زور خالتك، ولكن احترز من مجالسة بناتها اللي هم بنات خالتك، احترز من ذلك الأمر. والمسائل تحتاج في البداية يعني إيه يعني وقفات جريئة، وقفات جريئة. يعني مثلا أنت لا تصافح الأجنبيات، قبل كده كنت بتسلم على بنات خالاتك وبنات عماتك وعمامك وجيرانك، ومسألة سهلة يعني إيدك مفتوحة على طول. لما عرفنا زاد حرام بدأت أنت تمنع. طب بنت خالتك جاية من القاهرة، أهلا إزيك يا فلان، أنت ربيت أهلك بيت سني سلام، ومن إيدك كده هتقول لها إيه بقى؟ هتتكسف ولا تعمل؟ هو موقف. لو ربنا وفاك وسددك ونجحت في هذا الموقف مشت الأمور بتمام. لو قلت لها عفوا أنا لا أصافح النساء، بس عفوا أنا لا أصافح النساء، انتهت خلاص. قال لها أنا نساء، فيعني هي تحتاج موقف واحد، موقف واحد. وطبعا هي كفيلة بقى هتنشر في وسط العيلة، شفتوا اللي حصل مع ابن خالنا، ايه العيال السنيين اتلموا عليه ولعبوا له في دماغه وبوظوا له دماغه، لدرجه ان اني بسلم عليه ما رضاش يسلم عليا. فطبعا كلهم يعرفوا ما بيسلمش على مين؟ على حريم. ممكن واحده بقى متجرئه تختبر، ممكن تقول مثلا جايز الكلام ده معاها عشان ايه، في حاجه ولا بتاع، هروح اسلم انا عليه بقى. يجي يروح يسلم عليها يقول لها برك عفوا لو صادف النساء، يبقى خبطتين في العيله، الناس كلها يعرفوا انه ايه ما يسلمش. واحده ليك سالت تقول معلش انا خلاص نسيت، تعرف مساله دي. الاخ اللي راى الشيخ فلان كان ملتزم، وبعدين الناس قاعده مثبته حدثت له انتكاسه، فراى اثناء انتكاسته بشيخ ما في مسجد الرحمه، أراد أن يقبل يده، فشيخ زعلان مرة ثانية، شيخ زعلان، وعندما قبل رأسه ابتدى يبتسم. ماشي، ده طبعا هذا الأخ يعني إيه ربما غضب الشيخ أو زعله بسبب عدم سلوكه طريق الخير، بسبب عدم سلوكه طريق الإيه الخير. الأمر الثاني إنه ربما سبب الزعل تقبيل اليد، وده قلت لكم قبل ذلك المسألة دي مسألة غير حميدة. يعني هل تجزي في العقيقة الماعز بدل من الخروف؟ تجزي إن شاء الله. يمكن أن توضح حكم الألعاب مثل ألعاب النرد والكرشينة مع الدليل؟ طبعا لا يجوز لعب النرد. صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردين فكأنما غمس يده في دم خنزير او في شحم خنزير، فاذا لا يجوز اللعب بالنرد. الكرشينه لعبه مرذوله وحرام، لان بتقوم على حرق الملك، مش كده؟ حتى لو قلنا بان ما فيش فيها لا حرق ولا موت، لكنها ملهاه
وليس فيها من فائدة تذكر. بل ها وليس فيها من فائدة تذكر. سبحان الله. بالنسبة لسماع الأناشيد، هل هي حلال أم حرام؟ الأناشيد طالما أن معانيها ليس فيها ما يخرجها عن حد الشريعة، يعني معانيها ليس فيها أمر مذموم شرعا. الأمر الثاني أن هذه الأناشيد غير مصاحبة لآلة من آلات الموسيقى، فلا بأس بهذه الأناشيد، لا بأس. لكن يمكن أن نضيف في حالة عدم البأس ألا يكثر من سماعها، فيستغني بسماعها عن سماع القرآن، فهذا أمر مرغوب. هل يكون طعام أهل الكتاب حلا؟ لا. بينما يكون الطعام المسلم الذي يضع مال في الذي يضع ماله في البنوك حرام. أيوة نعم، الضير في ذلك الأمر. هذا حلال بنص القرآن، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم، بنص الآية الموجودة في سورة المائدة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الربا حرام، بأن الربا حرام. قال تعالى: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويلغي الصدقات. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبيه أو كاتبه وشاهديه، وقال إيه؟ هم سواء. والحديث في الصحيح، وقال: هم سواء، فآكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هؤلاء كلهم ملعونون، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لعنة عامة، لعنة عامة، ليست لعنة خاصة، لكن لعنة عامة. يعني لو فينا واحد اسمه محمد حط فلوس في البنوك بعينه كده، ما لعنوش إلا بعد البيان، إلا بعد البيان، فربما يكون معذورا جاهلا أو متأولا أو مكراها أو ناسيا أو ما إلى ذلك. فإذا بنص القرآن وبنص الحديث الربا حرام وصاحبه ملعون، فما ترتب على الحرام أو تفرع عنه ها أو أخذ منه فهو حرام، كما أن ما أدى إلى حرام أو ما كان وسيلة إلى حرام كان حراما، وما ترتب على حرام كان حرام، فكذلك هذا الأمر يكون حراما. يعني ينبغيش مثلا واحد يسرق ويقول: أنا بسرق عشان أوزع على الفقراء والمساكين. يقول لك ده راجل غني وقعد 20 سنة في السعودية، عنده 3-4 تشويلة فلوس، أنا أروح أسرقهم عشان أوزعهم على الغلاب، ده يجوز؟ لا يجوز، لأن السرقة حرام. يبقى توزيع المال على الفقراء هذا حرام. إذا هذا المال لهم حلال وعليه إيه؟ وعليه إثم. يعني لو واحد فقير راح يخبط عليه وقال له: خذ ال50 جنيه دول، هيسأله ويعملوا بقى استمارة سؤال: منين؟ ومن جابهم لك؟ وفي أي وقت؟ وعشان إيه؟ والبتاعة إيه؟ والكلام ده كله لا يمكن، هياخدهم جزاك الله خير وخلاص، أنت تقص على كده. إذا هذا المال للفقير حلال، ولكن لسارق إيه؟ حرام. وهذا أحد الوجوه التي قال بها أهل البعض أهل العلم إن المال الحرام بالنسبة لكاسبه هو الحرام، بالنسبة لكاسبه هو الحرام، وبالنسبة لغيره ليس بحرام. يعني لو افترضنا هناك أب بيتعامل بالربا، إذا هذا المال الربا بالنسبة للأب هو الإيه؟ هو الحرام، وبالنسبة لزوجته ولأولاده ليس بحرام، لأنه يجب عليهم أن إيه؟ أن ينفق عليهم. ولكن هذا الكلام فيه نظر، لماذا؟ لأنهم يعلمون جهة ماله، لأنهم يعلمون إيه؟ جهة ماله، ولو جهلوا جهة ماله لكان هذا منضبطا. يعني لو فرضنا هناك راجل بيتاجر في المخدرات، ماشي كلام أوضح، راجل بيتاجر في المخدرات بس مش معرف زوجته ولا عياله قدامهم إن هو راجل بيتاجر في الدهب أو راجل بيتاجر في الجزم، بيجيله عربية الجزم وبيتاجر في الجزم، يبقى راجل إيه؟ بيتاجر جزم، ولكن من تحت لتحت بيتاجر فين؟ في المخدرات. المال اللي بيجي من المخدرات 4 أضعاف المال اللي بيجي منين؟ من الجزم.
يبقى المال الحلال واحد على أربعة من جملة المال الايه؟ الحرام. يبقى الغالب هو الايه؟ الحرمة. زوجته وولاده عارفين ولا مش عارفين؟ ما يعرفوش. إذن المال ده كله بالنسبة لهم ايه؟ حلال. لأنهم يجهلون. إذن هذا الكلام كلام في نظر، لكن يكون هذا الكلام معتبرا إذا كانوا يجهلون. أما إذا علموا، فالمال فيه شبهة، والأولى الورع والابتعاد. لو كان مذبوح بطريقة غير إسلامية، أي لم ينهر فيه الدم وتأكدت من ذلك، لا تأكل منه. ليه بقى؟ لأنه يكون في حكم الميت. يعني في بعض الدول الأوروبية يقوموا عاملين إزاي؟ عندهم طبعا رحمة بالحيوان، فيقوم جايبين الحيوان ومدخلينه، عاملين له صاق كهرباء، فالصاق الكهرباء بيدوخ، فلما يدوخ هذا الحيوان يبدأوا ان هم ايه؟ يحطوه في مجال تاني اكتر فيموت. يعني يحطوه مثلا تحت مثلا ايه؟ تأثير كهربي اعلى، صدمة كهربية اعلى، فايه؟ فيموت. طبعا هم مش عايزين يموتوا الحيوان بالذبح، لان الذبح ده يعتبر بالنسبة لهم ايه؟ وحشية. لكن ممكن هم يذبحوا المسلمين، من دي مش وحشية. يعني من اشد الاشياء تناقضا، رأيت بعيني جنود أمريكان وإيطاليين في الصومال بيشوا مسلم صومالي على السفود، مسلم صومالي رابطينه في حديدة ومولعين تحتيه وبيشوه. هذا رأيتها بعيني. وفي الوقت نفسه يمكن أن تقوم مظاهرة حاشدة عدة مئات من الآلاف من أجل أن في عربية دهست كلب. يعني عربية دهست كلب، المظاهرات الحاشدة تقوم ازاي؟ ان العربية دهست الكلب ومشى من غير ما يلم الكلب ويدفنه ويعمله ما الى ذلك. يبقى ده عدم، ده عندهم هناك عندهم الكلب اكثر قيمة من المسلم. انظروا من هذا التناقض. فهم عندهم ما يذبحوش، لان الذبح ده يعتبر وحشية. الحاجة الثانية ان هم لو ان هم ذبحوه بعض الساق الكهربائية الخفيفة ده هو دايخ، ممكن يفوق اثناء الذبح. لكن بيعملوا ايه؟ يموتوه، يفطسوه بشحنه كهربائيه عاليه فيفطس يموت، او يضربوه بالنار في دماغه مثلا، وده قليل ما بيعملوه. طيب الحيوان اللي هو مات بالكهرباء ده دون ان ينهر منه الدم، دون ان تقطع اوداده، لان انهار الدم يكون بقطع الاوداد، هذا ميته ولا يجوز اكله. الحاجات ديت معظمها بتبقى معموله هنا في مصر، ودي بتبقى حلال. حلال ليه بقى؟ لان بيبقى مكتوب عليها مثلا ربع كيلو. بتتباع بكام؟ مثلا بتتباع ب 8 جنيه ونص. يبقى كان الكيلو واقف بكام؟ بحوالي 34 جنيه، مش كده؟ كميه اللحمه الموجوده ديت ما تساويش حتى 100 جرام، ما تساويش 100 جرام. يبقى 100 جرام لحمه و150 جرام عباره عن جلود ودهون وحاجات تانية. ال 150 جرام دول لحمه يساوي كام؟ او ال 100 جرام لحمه يساوي كام؟ بكام؟ بحوالي 3 جنيه وكسر. فهو لما يبيع الكيس ده هو ب مثلا ب 8 جنيه وكسر، يبقى هو كسبان. فديت اللي هي الهمبرجر والكفته والحاجات دي كلها، دي حاجات مصنوعه هنا في مصر. واللحمه ديت لحم مصري، مش والله ان شككت فلا تأكل. إن شككت فلا تأكل. وإحنا عندنا هنا بيولدوا هنا في مصر. وأعلم إن في هنا محل في المنصورة بيعمل لانش جملي. مش كده؟ أسمع هذا الأمر. إنه بيجيب الجمل وبيذبحه عندهم وبيشفوه بيعمل منه لانش بنفسه. أعلم هذا يعني، والله تعالى أعلم بصحتي يعني. الأوقات ديت بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس بمقدار رمح أو رمحين، وكذلك عند الغروب. والوقت الثالث عند استواء الشمس في كبد السماء، الوقت دي اللي هو قبل الظهيرة، ما بين الضحى والظهيرة. هذا الوقت أيضا يكره فيه الصلاة. لكن إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب فلا بأس به. يعني ذات الأسباب، توضأت في هذا الوقت وتريد أن تصلي ركعتين فلا بأس بذلك الأمر. دخلت المسجد في وقت كراهة ودرست صلاة ركعتين فلا بأس بك. المسألة ديت هي صلاة ذوات الأسباب في وقت الكراهة
فيها نزاع بين أهل العلم، والقول الذي قلت لك هو أحد قولي أهل العلم وبعض المحققين عليه كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وصلاة الضحى تبدأ من بعد شروق مثلا بربع ثلث ساعة لغاية قبل الظهر مثلا بثلاث أرباع أو ساعة أو ثلاث أرباع ساعة. يعني إذا بلغنا اليأس من المحيط فهؤلاء القواعد من النساء، مسألة المصافحة ده قول البعض أهل العلم، يعني جواز المصافحة قول البعض المتأخرين حتى من أهل العلم، الله تعالى أعلى أعلم يعني. والأولى إن أنت لو استطعت إن أنت ما تصافحش يبقى خير، ولو صافحت من الذي لا ينكر عليك. هل يجوز أخذ المال على تحفيظ أطفال القرآن؟ نعم يجوز، لا بأس في ذلك. شخصان يحفظان القرآن للأطفال بأجر، الأول يذهب كل يوم إلى المكتب والثاني لا يذهب إلا لمدة دقائق قليلة لا تتعدى خمس دقائق، ويتقسمان المال بينهما بتصاوي. والله لا ينبغي للمرء أن يعالج عملا إلا إذا أتقنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل شيئا أثبته. ومعنى الإثبات فيه معنيان، الديمة الديمومة ومعنى الإجابة. هل يجوز ذهاب النساء لتعزية أهل الميت علما بأنهم قد يكونون أقارب من بعيد جدا أو ليسوا أقارب ويكونون من أهل قرية واحدة ويخرجن غير منتقبات؟ إذا كانت لك مفسدة فلا يحدث ذلك. هل يجوز للشاب أن يتزوج بدون علم أهله أو بدون موافقتهم؟ يعني عاوز يتزوج ولكن لا يخبر أهله؟ لا، عليك أن تجعل من أهلك عشيرة وقبيلة. وفي قول الله عز وجل أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، قال المفسرون نفرا هم الذين ينفرون عن المرء من أقربائه وعشيرته وخلانه. وأقاربك إذا يعني إذا ألفت قلوبهم وأخبرتهم كانوا معك، فالأولى ألا تصنع ذلك. هل يجوز مساعدة فقير لا يصلي؟ هذا مؤسس على، هل ترك الصلاة مكفر أم غير مكفر؟ إن كنت تميل أن تارك الصلاة كافر لا تساعده، وإن ترجح لديك أن ترك الصلاة فسق وصاحبه يخشى عليه النار فهذا الرجل انصحه وازجره وتوله بنصحك وإرشادك وأعطه لعل الله تعالى أن يهديه. هل يجوز أخذ العزاء على المقابر بعد الانتهاء من الدفن؟ مع أني قرأت للشيخ لبعض المشايخ أنهم أجازوا ذلك، ولكن نجعل الأمر فيه سعة، يعني التعزية في أي وقت سواء على المقابر أو غير المقابر المسألة فيها سعة. ما حكم قول المأموم في القنوت في الفجر أو في غيره حقا نشهد؟ تعرفين المسألة دي؟ اهدنا فيمن هديت آمين، عارفين آمين تقول آمين، خد بالك، وبعدين كده حقا نشهد. دي صراحة لا أعرف لها أصلا، اللي يعرف لها أصلا يعلمني يبقى جزاه الله خيرا. يوجد شخص منكر لعذاب القبر، وسمعت أن منكر عذاب القبر مرتد عن الإسلام، فماذا نفعل مع هذا الشخص؟ المسألة ليست هكذا، منكر عذاب القبر ليس مرتدا عن الإسلام بالكلية، ليس مرتدا عن الإسلام بالكلية، فربما إنكاره لتأويل أو لعدم ثبوت، إما لتأويل يعني حاجات وردت له ولكن تأولها، وإما لعدم ثبوت لأن النصوص لم تثبت لديه، أو لعذر قد يكون قائما. فمسألة تكفير من أنكر هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل والتريث أولى إن شاء الله. هذا الرجل لو كانت عندك الأهلية العلمية والإمكانية المعرفية تقعد معاه وتقول له طب عذاب القبر إيه سبب إن أنت بتنكره؟
ما انت لما تقول انا انكره اذن انت تثبته، مش كده؟ لانك لا تنكر مجهولا وانما تنكر ايه؟ معلوما. فلو قال لك انا انكر عذاب القبر، هيقول لك انا انكر عذاب القبر، تقول وطالما انك تقول انكرته اذن انت في انكارك تؤمن به وتثبته، لان الانسان لا ينكر ايه؟ مجهولا وانما ينكر معلوما، انما ينكر معلوما. فلا يتصور ان واحد ما بقاش عارف حاجه يقول لك والله انا انكر ما لا اتصور. ازاي تيجي دي؟ ما ينفعش. ولكن تنكر حاجه سمعتها او حاجه وصلت لك، هل تصدق؟ هل تصدق ان في هناك دبه قد الجمل، قد الجمل ولها 50 رجل جاي جهه طلقه؟ يبقى انت سمعت ولا ما سمعتش؟ سمعت. طب ما هو السمع ده جزء من العلم، يعني انت حصلت هذه المعلومه، دي معلومه، ولكن انت ايه؟ انكرتها. انت انكرتها، لماذا انكرتها؟ اذا هناك اسباب الانكار. اسباب الانكار ان ما فيش هناك دب قد الجمل لها 50 رجل، ده حاجه لا تعقل، حاجه لا تعقل. الامر الثاني اشمعنى من جهه الطلقه؟ طب ما تيجي من جهه اي مكان ثاني. الحاجه الثالثه إن على مدار التاريخ لم نسمع عن مثل هذه الدبة. الحاجة الرابعة إن المسديات لو قامت لكانت الكفة ناقلة بالتواطؤ والتواتر هذا الخبر، فلما لم يرد هذا الخبر إلا من طريق واحدة فأنا أنكر هذا الإيه؟ هذا الخبر. إذا الإنكار لابد إن أنت تثبت ثم تبين سبب الإنكار. أقول له الكلام ده. فأنت دلوقتي أنت سمعت من مين إن في عذاب قبر؟ قل له كده، أنت سمعت من مين إن في عذاب قبر؟ هيقول لك أنا والله الناس بتقول إن القرآن والسنة بتقول إن في عذاب قبر. قل له خلاص، طب رأيك إيه؟ تقرأ القرآن والسنة وتشوف الأدلة اللي موجودة في القرآن والسنة. تنزل معه. تنزل معه في الحديث وناقشه برفق. مش أنت كافر مرتد وسمعت أن منكر عذاب القبر مرتد. وقال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وأنت تنكر ذلك، إذن أنت تنكر ما في القرآن وأنت تنكر ما في الحديث، إذن أنت كافر. أنت خلصت المسألة من غير ما يعني أنت إيه؟ كنت أنت الإدعاء والقاضي والكل حاجة في الكل، ولم تترك له منفذا كي تناقشه فيه. فالرفق والتريث، ونريد أن نحبب الناس في دين الله عز وجل. فهتحببهم ازاي؟ ليس بالتشديد، ولكن ان توصلهم الدين بطريقه صحيحه. مش هنجامل حد، مش حاجه حرام نقول لهم ده حلال، ولا حاجه مكروه نقول لهم ديت صحيح، ابدا. ليست هناك مجامله في الدين، بس الطريقه. الطريقه، شفت راجل انا انكر عذاب القبر، قول له خلاص، طب طالما انت تنكر عذاب القبر اذا انت في البدايه تسمع عنه. قول له كده تسمع عنه، زي وأتوم ضرب المثل بتاع الايه؟ الدب، دبه بخمسين رجل تعمل كذا، وتبدا تناقش مناقشه بسيطه علميه ان شاء الله يكون فيها خير كبير. واضح يا اخواني؟ واضح؟ الصلاه في شرط غير ساتر العوره وهو امام، وما حكم قصر الصلاه في هذا السفر؟ يعني باب الشرط ويقف امام كمان؟ قال لا، يبقى هما بقى يعني دون الشرط بكثير. ما هو الامام بيقابل احسن الناس، فاذا كان لابس شرط يبقى هما دون الشرط. لا اله الا الله يا رب. مساله السفر المعصيه هل يجوز فيه القصر ام لا؟ على قولين، على قولين. هناك من راى بالقصر مطلقا، وهناك بعض الأحناف والشافعية قالوا لا يجوز القصر في سفر المعصية، لأن القصر رخصة يقصد بها التخفيف، فكيف يكون عاصيا ثم نخفف عنه؟ لا. فهذان قولان في المسألة. وأنا أنصح الأخ الشرطي بالتاء، الشرطي بالتاء مش بالطاء، أن يطيل الشرطة وأن يوسعه وأن يلبس فوقه قميصا ثم بعد ذلك يصلي إماما.
رجل يقول الناس من أهل قريتي إنه ساحر ويقوم بعمل الأعمال للناس في القرية مع أنه يقوم بالصلاة في المسجد ويقوم بتحفيظ القرآن للأطفال. فريق الناس يقول هذا ساحر وآخر يقول لا أفعل ذلك مع العلم أنه قد يقف إمام في بعض الصلوات. لا ينبغي أن نتهم الناس بالظنة. الظنة يعني إيه؟ سمعت الناس بتقول إنه ساحر، سمعت، طب ضربت فيه هناك ناس تانية بتقول إن إيه؟ إنه ليس بساحر. إذن هناك اختلف الناس في القرية على قولين، قول بأنه ساحر وقول ثاني بأنه إيه؟ ليس بساحر. المسألة يا أخوانا ببساطة كالآتي: بعض الناس لعوله، العويل اللي هو بينفعش في أي حاجة، ده عويل، يعني شغلناه طالب ما ينفعش في المدرسة، نشغله صبي على ميكروباص مش نافع، نشغله تبعي يمسح العربية بالفوطة مش نافع، نشغله ميكانيكي مش نافع، نشغله أي حاجة مش نافع، يبقى ده واد إيه؟ واد عويل. ففي بعض الناس عوله، والعويل جاي من عالة، يعني عايش عالة كده. فاللي بيحصل ازاي؟ بيعمل حوالين نفسه شبور، الناس دايما بتخاف من الايه؟ من الاعمال والبتاعهم الى ذلك. ولو عرفوا ان فهد بيعمل اعمال، لا سيما الناس اللي هيتجوزهم يجروا له، يجيبوا له ذكر بط والفراخ والاكل والبتاع ويغمزوه بالايه؟ بال 20 30 جنيه عشان يسيبهم. فهو يركب الموجه دي. يعني هو في الاصل مش ساحر. بس اللي يتقال عنه ساحر يقول لك خلاص يعني يا عم انا ما بعملش سحر ولا حاجه، بس يكون حاجه فيها خير، وهو ما بيعملش لا خير ولا شر. بس لما شيع عنه ذلك بدا ان هو يستفيد من هذه الشائعه، كل يوم فطار وغداء وعشاء والفلوس والمشمر والمحمر والمكتف، ده كله بيجي له عشيه وصباحا. خد بالك ازاي؟ وفي الحقيقه ليس بساحر. فلا بد ان تتاكد اولا انه ساحر. وإذا تأكدت أنه ساحر، إذا كان لك سلطان أن يمنع من الإمامة فامنعه من الإمامة، وإذا لم لك سلطان فلا تصلي خلفه، فلا تصلي خلفه. عقوبة وضع الفتاة أو السيدة عطر عند خروجها للشارع، يستشرفها الشيطان، و هي نالت حظا من حظوظ الزنا والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يهدينا جميعا. لماذا جعل أو ما معنى أن الله جعل قسوة قلوب اليهود في علمائها؟ ليه؟ لأنهم يعرفون الحق ولا يتبعونه. ما معنى جواز الاختبار في أمور الاعتقاد؟ قلت إن هذا يكون في المسائل الأصول اللي هو الدين والإسلام والنبوة، وهذا يكون في المجتمعات التي لا نعرف فيها أحدا، لكن المجتمعات التي أصلها الإسلام لا يجوز الاختبار فيها. هل يجوز قضاء الصلاة عن ميت لم يكن يصلي؟ مع العلم أني سمعت من أحد الإخوة أن ابن القيم رحمه الله ذكر ذلك في كتاب الروح. كثير أو بعض الأشياء الموجودة في كتاب الروح تحتاج إلى تأمل، ويعني يكاد أن يكون الإجماع على عدم جواز قضاء الصلاة عن الميت. أنا ما بقولش الإجماع، يكاد، لأن أنا لم أحرر مسألة الإجماع في هذه المسألة. النقاب فرض أم سنة؟ على الخلاف الذي أنتم جميعا تعلمونه. هل نقول إن فلان مؤمن ونقطع له بالإيمان؟ لا، لا تقل إن فلانا بعينه مؤمن، قل أحسب مؤمنا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. حديث الجارية المشهور اعتقها فإنها مؤمنة، من الذي حكم عليها بلفظ الإيمان؟ بس. ولذلك لما في حديث آخر، حديث سعد، لما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى فلانا ولم يعطي آخر، فقلت له يا رسول الله أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، ثم سكت وسكت. ثم قلت يا رسول الله أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن، فقال أو مسلم، فسكت وسكت. ففي الثالثة قلت له ذلك وقال لي، ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل أو المرأة
وغيره أحق بالعطاء من خشية أن يكب على وجهه في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمي تجرب ماذا أفعل معها؟ أدعو الله. هنعمل إيه؟ إحنا لسه قلنا في الدرس الفائت مسألة الكذب، وتكلمنا بكلام واسع عن الكذب، فربنا يهديها ويهدينا يا رب، ويهدي المسلمين جميعا يا رب. كيف أعرف أني أتقنت كتابا إذا انتهيت من دراسته؟ والله لو استطعت أن تعجضه على متفنن متقن فهذا أمر يعني حسن وطيب، وما زال الناس قديما يعرضون ما يقرؤون على مشايخهم، ما زال هذا الأمر قديما قائما. بصراحة أصبت بعض الإحباط بعد سماعي الكلام عن تفرغ طلب العلم، وأنه لا يجوز إلا لذوي القدرات الخاصة، وأنا بلاش كلمة القدرات الخاصة دي، لأن القدرات الخاصة اليومين دولت بتطلق على حاجة تانية يعني. ولكن نقول، أنا قلت الناس اللي هم الأفراد، خلاها الأفراد، ولو القدرات الخاصة بما تقصد ماشي. وأنا من ضعاف الهمة، لكن كان عندي أمل أن يكرمني الله بطلب العلم لأنتفع به وأنفع به غيري، وإن كنت لأدعي أن لي والله إذا وفقت في تقوية همتك فلا ينبغي أن تقطع أملا، لا ينبغي أن تقطع أملا، بل بالعكس ممكن واحد يطلب أحمد النقيب الكلام ده، والله هتفرغ بقى وهبقى ما شاء الله وأزاحم وهعمل، وإن شاء الله سأري ربي من نفسي ما يحب ويرضى، ها ويجتهد ويجعلها بنية خالصة لله عز وجل. ولكن أنصحه أن يكون اجتهاده في طلب العلم اجتهادا يوافق الإمكانيات، يوافق الإمكانيات للآمال والطموح، لأن بعض الإخوة الذين يجتهدوا في طلب العلم بيطلبوا العلم وفق ما يطمحون ما يأملون، يقول لك أنا إن شاء الله لابد أدرس علم اللغة حتى أكون متمكنا، ليساعدني علم اللغة في التفسير وفي الفقه وفي دراسة الأصول وفي تمثل وتصور المعاني، وبعدين هدرس علوم القرآن علشان أستطيع أقرأ في كتب التفسير قراءة دقيقة، ها وهقرأ علم كذا وكذا وكذا، ويبدأ يطلب العلوم ويجتهد أسبوع اثنين ثلاثة، بعد ذلك تبدأ همته تضعف. فعليه أن يطلب من العلم أيسرا، وأن يطلب من العلم بدايته، وأن يطلب من العلم جمله، وأن يطلب من العلم بداياته، ها وأن يطلب من العلم ما كان مجمعا عليه، وأن يفرغ قلبه من الشواغل. دي كلها أمور مهمة جدا في الطلب، وهذا كله بعد الإخلاص والنية الصالحة. ما معنى درس العقيدة تحت مسمى علم الكلام؟ لو احنا رحنا كلية زي كلية أصول الدين، كلية أصول الدين عندهم علم الكلام اللي هو علم العقيدة بالتحديد يعني. ما حكم لعب الشطرنج؟ لا تلعب بالشطرنج، وهناك من جعله من الكبائر وجعل من الشرع حرقه. ما فيش حد يقول بقى عشان انت يعني الناس بترش يلعبوا شطرنج بقى فانت بتقول الحرم، لا ما شاء الله يعني كنا اساتذه في لعب الشطرنج، ولما من الله علينا وعرفنا حرمته منذ البدايه تركناه. أرى كثيرا في المنام أن لحياتي قد حلقت، والله المسألة مختلفة باختلاف الإخوة والأفراد، لكن غالبا حلق اللحية هم، نسأل الله تعالى أن يزيل همك. الذي يسافر مدة أسبوع إن أتم الصلاة فهذا له إن شاء الله. قال أحد الدعاء المشهورين إن الأسئلة في القبر أربعة وليس الثلاثة، وأن السؤال الرابع هو ما علمك، وأنه ليس لدى سؤال إلا بعد إجابة الثلاثة أسئلة الأولى. أنا ليس عندي علم في هذه المسألة، يعني لو في هناك شيء يبقى أنا أجهله.
لماذا كانت المعتزلة حريصة على إثبات خلق القرآن وما العائد عليهم من ذلك؟ والله يعني الأخ ده أنا بشعر جزاه الله خيرا إنه يقول المسألة دي وجعت دماغنا وقفتنا وزهقتنا. إيه يعني القصة دي؟ إنه يعملوا بقى السجون والضرب والتعذيب والنكال والبهدلة ده كله، يعني إيه لا يعود عليهم يعني القرآن؟ يعني المسألة بيعتلوا ده اعتقاد، يعني عندهم إن إحنا لقلنا إن القرآن ده غير مخلوق، لو قلنا بأن القرآن غير مخلوق لأثبتنا لله عز وجل ما يثبت للبشر، فحتى ينزيه ربنا عز وجل عن هذه المسألة فقول إن ليس هناك كلام أصلا. طيب لما قلنا لهم طب القرآن ده هو كلام الله، قال لك لا القرآن ده إيه مش كلام ربنا ولكنه إيه مخلوق، ولكنه مخلوق، فأرادوا بذلك أن ينزهوا ولكن بطريقة فاسدة تأثروا فيها بمذهب المتقدمين من المفسدين الإغريق. أريد أن أسأل عن حكم تنفيذ وصية الإنسان بعد موته، لا سيما إذا كان فيها بعض الأمور التي قد لا تفيد، كأن يوصي الإنسان قبل موته أن أحد أبنائه يترك مسكنه ويأتي ليسكن في بيت المتوفى بحجة أن ما فيش حد غريب يسكن في البيت، علما أن انتقال هذا الابن مسكنه إلى بيت المتوفى في بعض المشقة والضيق النفسي، أو كأن يوصي الإنسان بعمل يسمى بالخميس والأربعين وغير من ذلك. الوصية إذا كانت شرعية أمضيت، وإذا كانت غير شرعية مخالفة للشرع فلا تمضى. فالوصية المتعلقة بالأربعين والخمسين وما إلى ذلك دي كلها وصية بداية لا تمضى. الوصية المتعلقة بأن ابنه يجي يسكن في البيت هذه مسألة مباحة ليست من جنس الشرع، فإن وجد الابن ما يناسبه لسكنه في البيت سكن في البيت، وإلا فجاز له أن يخالف هذه الوصية لأنها من جنس المباح ليس من جنس المشروع. افترضنا أن الابن عايش في شقة 150 متر والشقة بتاعت في بيت أبوه 60 متر، وفي بيت أبوه إخواته وعمامه وقرايبه طالعين نازلين وزوجته هتنكشف ويحصل اختلاط، ولو راح السكن ده هيحصل مشاكل بينه وبين إخواته وبينه وبين مش عارف إيه، يعمل إيه؟ يسمع وصية أبوه وتبقى حياته كلها جحيم؟ لا، فالمسألة على التفصيل. لكن لو أبوه وصاه إنه يطلق لحيته، إنه هو لا يترك صلاة الجماعة في المسجد، إنه هو كل يوم يقرأ على الأقل جزء من القرآن، إنه هو ما يخليش زوجته مثلا تغضب ربها مثلا بالنمص والحلق الشعر وما إلى ذلك ولبس البنطلون ومخالطة الرجال، إن أبوه وصاه إن يجعل جزء من البيت يجعله كده زاوية صغيرة، هذه الزاوية يصلي فيها الناس ويقرؤون فيها القرآن وتكون موئلا للخير والبركة، فهذا كله من جملة الوصايا المشروعة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يوفقكم جميعا وأن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتكم، ومعذرة هذا اليوم عن إطالة فقد أجبت على الأسئلة كلها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.